زوجتي مصرة على مشاهدة رؤية صور أخيها الميت ودائمة البكاء عند مشاهدة هذه الصور، فما حكم ذلك؟ يجب إتلاف هذه الصور، يجب إتلافها، لأنه لا يجوز اقتناء الصور للذكريات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإتلافها وقال لا تدع صورة إلا طمستها. ولما دخل صلى الله عليه وسلم إلى حجرة عائشة وفيها قرام فيه تصاوير معلقة أبى أن يدخل حتى هتك القرام وقطعت الصور، فيجب إتلاف الصور ولا يجوز إبقاؤها، لأن إبقاؤها معصية واقتناء للصور المحرمة. نعم. وإذا كانت إنها تحب أخاها أو قريبها فعليها أنها تدعو له وتستغفر له، تتصدق عنه، تحج عنه، تعتمر عنه، هذا الذي ينفعه. أما صورتها هذه تضر الحي والميت، لا يجوز. نعم.